ايه رأيك بقى في الحاجات الجامدة دي؟ ايه رأيك في الفطار؟ فطار؟ هو فين الفطار؟ ما هو أيوة، فين الفول وفين الفلافل وفين لا، الحاجات ما دي؟ هو انت لازم تاكل الفول وفلافل ده. بص، قلبي الضعيف لا يتحمل. تجاه دمرينا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على ما حصل، يا نهار ابيض. طب يلا ايه يا دي بقى؟ يعني مش فاهم. دي حاجة جميلة، دوقها وانت، وبعدين بقول لك اسمها. ازيكم، عاملين ايه؟ صباح الخير، مساء الخير، على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما اقول اي حاجة، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد منا. احنا بنحبكم جدا، بنحب كومنتاتكم قوي 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 قوي. بنتحمس جدا جدا من كومنتاتكم الايجابية الحلوة اللي بتشجعنا ان احنا نكمل ونعمل اكتر واكتر واكتر. النهارده فلوج على السريع كده، حاجه بسيطه. قمت الصبح كنت زهقانه، وبعدين بقالي يومين بتفرج على حاجات في دب اند دب. قلت بقى اللي يستاهلها مين؟ يستاهلها محمد. قلت عزمه عليها. هي حاجه جديده عندهم اسمها هاني بوب. دي عباره عن كور صغيره، بتبقى بسكوت بس بيبقى كرانشي شويه، مقرمش شويه، بيحطوا عليه كراميل وبيحطوا عليه عسل وشوكليت وحاجه دمار كده يعني من الاخر. فقلت بقى ايه، اعزمه عليها عشان ابوظ له الدايت. اوكي، هفرجكم عليها دلوقتي. وزي ما قلت لكم، ما تنسوش تعملوا فولو سبسكرايب وتفعلوا الجرس. فانا هتصل بيه دلوقتي عشان يجي. اوكي، الو. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كويس؟ ايه صحيح ولا لسه؟ انا لقيتكم نايمين الصبح، فقلت انا انزل، كنت زهقانه كده وبتاع فنزلت. بقول لك، ما تيجي دبن دبن على البحر، تعالى نفطر سوا. ولا انت فطرت؟ ما فطرتش. حلو قوي، تعالى نشرب القهوه ونفطر، وبعدين نبقى نروح بقى نشوف نجيب حاجه البيت او ناخد الولاد نفرجهم، شوف يعني نعمل ايه. خلاص، فرصة كده في الروقان وهم نايمين قبل ما يصحوا. ماشي، اوكي. طبعا هو جاي بقى راسم ان هو يبقى فطار فطار، هي ديزرت وقهوة يعني، فاستنوه بقى لما يجي. اهو بيتصل. الو، ايه؟ بص هقول لك انا، ادخل من العمارة من ورا، هتدخل يمين في شمال، هو اول ما تدخل على طول تلاقيه. ايوه، انا قاعده. اول ما تدخل افتح الباب هتلاقيني قاعده على طول، مفيش غيري اساسا. الدنيا فاضيه. طيب، هو دلوقتي يا جماعه خلاص دلوقتي هيفتح الباب ويدخل الكافيه. طبعا هو عامل حسابه انه فطار فطار، هو ما هيتصدم طبعا لما يشوف الفطار، بس هي حاجه جديده وانا نفسي اجربها، فقلت اجربها معاكم ومعاك. لقيتكم نايمين بقى، هتضيعوا يوم الجمعه علينا، فقلت انا بقى انزل وامشي على البحر. بس انتي نشاط قوي على الصبح. ما عامل ايه طيب؟ مش تعملي ايه؟ كنت بحاجه حلوه كده. طب ما انا جايبك اهو تفطر. فين طيب؟ اهو. طب عشان جعان ما اتعشتش احسن من امبارح. طيب ماشي، طب تعالى افطر يلا. طب يلا. تعالى. مفاجآت ايه؟ مفاجآت ايه رأيك؟ ما اقدرش. في الحر وفي البتاع. بس النهارده الجمعه بقى، يعني هنعمل ايه طيب؟ هنفضل قاعدين كده. يلا. يلا. بس ايه التغيير مطلوب هنا؟ بتشربي قهوه ومظبطه نفسك وبتاع. امال ايه؟ انا صاحيه. خلي بالك عشان انا جعان قوي بجد، يعني انا ما اكلتش من امبارح. انا هقول لهم يجيبوا الفطار. وعلى الاخر بصراحه. خلاص خلاص، هقول لهم يجيبوا الفطار. ما تاخروش بس يعني، يلا. لا ده هو جاهز اصلا. يلا عشان عندي مشاوير كتير النهارده، عايزه انجز. ماشي ماشي. اكسكيوز مي؟ ايوه، انا هجيب عشان بس انت مش هتصور؟ اه. This one? The corner? No. Huh? I will corner? Yes. ايه رأيك بقى في الحاجات الجامدة دي؟ ايه رأيك في الفطار؟ فطار؟ ما هو؟
ايوه، فين الفول وفين الفلافل وفين لا، ما هو انت لازم تاكل الفول وفلافل ده. بص، قلبي الضعيف لا يتحمل. تجاه دمرينا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على ده حصل، يا نهار ابيض. يلا دي يا بقى يعني مش فاهم. دي حاجة جميلة، دوقها وانت، وبعدين انا بقول لك اسمها. حبيت تاكل فطار خفيف كده عشان ما تتعبش. انا غلطانة يعني. ايوه، ما انا عامل حسابي على فطار جبنه وفول طب انت وفلافل. دوق. ايه ده؟ طيب والله جميله. انت بس، هو انت ما بتعرفش تغير ابدا ولا تجدد؟ ماليش انا في الفطار الخلطبيسه ده. جميل والله. لا دي شكلها لوحده يجنن، يجوع. ايه الكور دي؟ دي فلا بسكوت مقرمش بالكراميل. وعسل. دي حاجه مدمره قوي. عموما بصي، هي لفته حلوه يعني. الواحد يصحى الصبح يلاقي الفطار جاي. انا كل لفتاتي حلوه. طب ما كنت قلت لي كنت جبت رانسي معايا. يعني انا عزمك على الفطار من غير عيال وتقول لي رانسي وحسن فين؟ بصوا يا جماعه، انتوا قولوا لنا رايكم. انا عن نفسي ماليش في الفطار اللي هو بيبقى اول حاجه كده تاكل شوكولاته وحاجات حلوه وبتاع الصبح. لازم واحد يفطر وبعد كده يبتدي يتحرك يعني. مين فيكم بقى بيحب الفطار اللي هو الحلويات والحاجات دي، ولا الفطار اللي هو بقى الفطار؟ لا اسمعوني، هو سؤال ما يتقالش كده. السؤال يتقال مين اللي بيحب يعمل لك تغيير في حياتك اكتر. مش مشكله هو الفطار ايه او الاكل ايه، المهم ان انا غيرت له المود. هو ده المهم. هي غيرت المود وغيرت الدايت. ودي دي شكليات انا ما بهتمش بيها. بس ولا هي حاجة كويسة، حاجة جديدة يعني تلاقي تليفون جالك الصبح كده يقول لك انت انزل قابلني عشان عايز نفطر مع بعض. يعني الفكرة حلوة يعني. الفكرة جميلة. طب لو عجبتكم الفكرة دي اكتبوا في الكومنتات وانا هعمل له مفاجأة تانية، بس طبعا من غير ما اقول له، هتفق معاكم عليها الأول. اوكي؟ مستنيه كومنتاتكم، واوعوا تنسوا سبسكرايب وفولو وتفعلوا الجرس. ايوه، عشان يوصل لكم كل جديد مننا. فعلوا الجرس واعملوا لنا لايكات كتير واكتبوا كومنتات ورايكم في البتاعه اللي انا باكلها دي اللي مش مفهومه اصلا. بصوا يا جماعه، دي كيك وايس كريم وبسكوت عليه كراميل هي فيها حاجات بتطرقع كتير. وبعدين كل ده فوقيه شوكولاته. يعني دمار من الاخر كده، دمار يعني. وبعدين بس مع القهوه بقى جنبي. طيب هي اكتبوا لها بقى، قولوا لها الفيديو الجاي تحبوا يبقى منين، او الفطار اللي جاي يبقى منين عشان نفطر معاكم. بصوا، وسامو لايف النهارده هنطلع لايف. سامو لايف بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ده انا هعمل لكم فيديو تاني، هاخدهم ونروح نفطر في مكان هنا في الكويت، اعلى مكان في الكويت. اعلى مكان برج يعني؟ لا اعلى مكان وبس يعني. أوه. يفطروا من الدور ال 19 وعلى البحر على طول. لو عجبكم الفيديو ده قولوا لي. يعني رايحين نفطر ورايحين نخاف. شفتوا الاحباط ده، منظر حد نعمله مفاجآت. قولوا لي، ردوا عليا. بصوا يا جماعه، لو عجبكم الفيديو شيروه، وقبل ما تشيروه اعملوا سبسكرايب ولايك والجرس عشان عيلتنا تكبر. عايزين نتم ال 100,000. يلا بسرعه. خلي بالكوا، احنا والله بنحبكم جدا. بنحب تعليقاتكم على الفيديوهات اللي احنا بنعملها، وبنحب حبكم لينا. على فكره بصوا، احنا يعني فعلا احنا انتوا بتدونا دعم كبير قوي، لان احنا فعلا احنا من غيركم يعني ما كناش هنعمل اي حاجه من اللي احنا وصلنا له. انتوا وجودكم معانا ده مهم جدا، مهم في حياتنا قوي، سواء انا او ماما او رانسي او حسن. احنا الفتره اللي جايه دي احنا بنتعب فيها قوي علشان بنجهز لكم حاجه جديده.
خليكم دايما معانا وقريبين مننا، لان دعمكم ده هو اللي بيدينا فعلا الدافع ان احنا نكمل. بنشكركم جدا، ويا رب يكون فيديو النهارده ده عجبكم. وبشكر شيماء طبعا انها جابتني النهارده كده وكسرت لي الروتين اللي انا بعمله كل يوم.